بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب القلوب وشفيع الذنوب المصطفى المؤيد أبي القاسم محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، وحياكم الله، نلتقي وإياكم وحلقة جديدة من برنامج في رحاب المرجعية، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم من جديد. كان الحديث في الحلقة الأولى حول أهمية الاستماع إلى وصايا المرجعية الدينية العليا في المناسبات المختلفة. في رمضان أرجع للسيد المرجع، للإمام المعصوم، للنبي الأكرم، للقرآن الكريم، ماذا أوصوا وتحدثوا عن هذه المناسبة لكي نستفيد من هذه المناسبة أفضل استفادة؟ كم من وصية قد أطلقت ومر عليها الزمن ولم نستفد منها؟ وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أكثر العبر وأقل المعتبر. في هذه الأيام المباركة، أيام محرم وصفر الخير، تمر علينا ذكرى أليمة، وهي ذكرى الفاجعة الكبرى في كربلاء، وفاجعة السبي لبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هنالك الكثير من النشاطات التي تقام خلال هذه الأيام، وهي نشاطات تبرز فيها فئات من المجتمع، فئات محترمة، وهذه الفئات لها دور كبير ويعول عليها في انتشال الأمة والارتقاء بها من مكانة إلى مكانة أخرى، وهم المبلغون والشعراء والرواديد. لذلك كانت وصايا المرجعية الدينية العليا للخطباء والمبلغين بمناسبة قرب حلول شهر محرم الحرام عام 1441، يعني قبل 4 سنوات تقريبا، وتطرقنا في الحلقة السابقة عن مجموعة من الوصايا. هنالك وصايا عدة وردت في هذه التوصيات، تطرقنا إلى 4 وصايا. تحدث السيد المرجع عن أهمية المناسبة وأهمية إحياء هذه المناسبة، وتطرقنا فيها لمجموعة من التوصيات، والآن نصل إلى الوصية الخامسة. هنالك حكمة خامسة كما تسميها التوصيات، حيث يقول السيد المرجع في توصياته إلى الخطباء والمبلغين وإلى الشعراء والرواديد، يقول: أن يحذر المبلغ في بيان أهمية العقائد الحقة ومسلمات مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في شأن مقاماتهم الشريفة، من أن يوهن أهمية الطاعات ويهون المعاصي. طبعا هذا كلام كبير جدا وكلام مهم. هنالك الكثير من الشباب يعتمد على أهمية مقامات أهل البيت عليهم السلام وشفاعتهم، لذلك يركن إلى ربما التهاون كما يسميه السيد المرجع، ويوهن أهمية الطاعة هذا الشاب بالاعتماد على أهل البيت عليهم السلام. بالعودة السريعة إلى الوصية الرابعة، نجد أن سيد المرجع يقول كلام مهم جدا، وهذا الكلام لابد من استذكاره، حيث يقول في: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه منه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، والحديث لي، يقول: يا علي،
ويقول يا فلان وفلان، الحديث لكم جميعا، يا فلان والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنى براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. نقطة رأس السطر، من كان لله مطيعا فهو لنا لأهل البيت ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا شنو؟ العمل والورع. لذلك يسترسل البيان ويقول السيد المرجع في الحكمة الخامسة: أن يحذر المبلغ في بيان أهمية العقائد الحقة ومسلمات مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم في شأن مقاماتهم الشريفة من أن يوهن أهمية الطاعات ويهون المعاصي في أعين الناس. الحديث واضح، يقول: ما إن تمسكتم بهما كتاب الله والعترة. يعني ما ممكن أعتمد على أهل البيت وأهجر القرآن، أو أعتمد على القرآن وأهجر أهل البيت سلام الله عليه. ما إن تمسكتم بهما وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ما ممكن، الدين مو بكيفي، الموضوع هو سلة واحدة، باكج واحد، إما أنه أنا ألزم القرآن وأهل البيت أو أتركهم معا، وما أدعي أنه أنا إلي علاقة بأحدهم على حساب الآخر. لذلك سيد المرجع يقول: من أن يوهن أهمية الطاعات ويهون المعاصي في أعين الناس. هذا المبلغ الذي يعتمد على هذه الطريقة إنما يسيء للقضية الحسينية، يسيء للقرآن الكريم ولأهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسين عندما خير بين أهدافه وبين جسده، سلم الجسد الطاهر إلى السيوف وداسته الخيول في سبيل أن تكون هذه المبادئ في سلامة وتصل إلى الناس. فإن أمر المؤمن لن يصلح إلا بالخوف والرجاء، بكل صراحة يقولها سيد المرجع. فإن أمر المؤمن لن يصلح إلا بالخوف والرجاء، فلا بد من حفظ المؤمن للموازنة بينهما في نفسه وفي شأن الآخرين، ولا تأمين في الدين لأحد. تقول أنا لابس أسود، تقول أنا اليوم طلعت خدمت الناس، صح، هذه من الحسنات، من الجيد أن تخدم الناس، تلبس أسود، ترفع راية الإمام الحسين، تحيي ذكراه، بس بالمقابل الطاعات، بالمقابل التقوى، لابد من الموازنة. ولا تأمين في الدين لأحد في ارتكاب شيء من المعاصي عدا اللمم، الذنوب الصغار يعني، وهي ما يتفق من المرء أحيانا من معصية غير كبيرة ثم ينتبه ويؤوب إلى الله تعالى. فعلى المبلغ، سواء كان هذا المبلغ، سواء كان خطيب منبر أو كان شاعر أو كان رادود، أن يحذر في رفع المقامات الشريفة لأهل البيت عليهم السلام بمقابل أن يوهن أهمية الطاعات. نعم، نحن نبين مكانة أهل البيت سلام الله عليه، لكن لا نهون أمر الطاعة ولا نهون المعصية في عيون الناس، إنه خلص أنت لبست أسود، أنت اليوم خدمت الزوار، فبالتالي من حقك أنه أنت تترك الصلاة، أو من حقك أن تتهاون في مسألة التقوى والطاعة. لذلك السيد المرجع يؤكد، يقول: مسلمات مذهب أهل البيت في شأن المقامات الشريفة من أن يوهن أهمية الطاعات ويهون المعاصي في أعين الناس، فإن أمر المؤمن شبيه لن يصلح إلا بالخوف والرجاء. يعني إحنا لما الإنسان يكون قدم خدمة إلى الناس، هو يرجو الثواب، يرجو القرب من
أهل البيت سلام الله عليهم، لكن بالمقابل لابد أكو خوف من النار، لأنه التكليف الأساسي للإنسان أنه كيف لا يدخل النار. هذه أول تكليف للإنسان، وهذا الأمر مو من المعيب أن يقضي الإنسان كل حياته في هذا الجانب، أقضي أنا كل حياتي بمسألة واحدة كيف لا أدخل النار، هذه لا تعتبر أنانية، بل هو التكليف الأساسي لكل الإنسان. كل التكليفات الأخرى هي تكليفات ثانوية. أنا هسه أدعو الناس، أريد الناس ما تطب النار، أريد أولادي ما يعانون، أريد الأمة يصلح حالها. نعم هذه مطالب مشروعة ومطالب نبيلة، لكن كل شيء قبله أنه كيف لا أدخل النار. يعني شنو قيمة أنه أنا أدعو الناس إلى الصلاح وإلى التقوى والناس تدخل إلى الجنة وبالنهاية أنا أدخل إلى النار؟ شنو قيمة هذا العمل؟ فلذلك السيد المرجع يؤكد، يقول: لن يصلح، فإن أمر المؤمن لن يصلح إلا بالخوف والرجاء، فلا بد من حفظ المؤمن للموازنة بينهما في نفسه وفي شأن الآخرين. قضية أخرى مهمة يقول: ولا تأمين في الدين لأحد. يعني ماكو واحد عنده صك الغفران، اليوم أنا لبست أسود خدمت الزائرين خلاص بعد أنا ما أطب النار، ماكو شيء أمان. الإنسان الآخر لحظة من حياته هو يكون على قلق، على خوف، على وجل، على رجاء. حتى من ينجز خير ويعمل خير ويعمل أعمال صالحة يبقى هذا الإنسان في رجاء القبول، أنه أنا سويت عمل صالح، بس من يقول مقبول عند رب العالمين؟ لهذا بالقرآن الكريم يقول: أن أعمل صالحا ترضاه. أحيانا أنا أعمل عمل صالح بس الله ما يقبله من عندي، شلون؟ أنا أجي أساعد لي فقير، هذا عمل صالح، بس بداخلي النية مختلفة، أنا أرد أبين قدام الناس أنه أنا كريم، أنا قدمت هذه الخدمات حتى يقولون أفضل من غيري، أنا أكرم واحد، أنا أحسن واحد. فإذا هذه كانت النية لمن؟ ما كانت لله. عمل صالح هو في حد ذاته مساعدة الآخرين عمل صالح، لكن النية شنو؟ الدوافع شنو؟ الأهداف من هذا العمل شنو؟ فأن يكون المؤمن في كل حاله هو متجه إلى الله ويرجو القبول في العمل. ولا تأمين في الدين لأحد في ارتكاب شيء من المعاصي عدا اللمم. شنو هي اللمم؟ الذنوب الصغائر الصغيرة، وهي ما يتفق من المرء أحيانا من معصية غير كبيرة ثم ينتبه ويؤوب إلى الله. ذنب، أنا اليوم حطيت رجلي في مكان وما أدري طلعت هاي خطأ، أنا استغفر وشيل رجلي من هالمكان وانتهى الأمر. وعلى المبلغ الفطن، من هو المبلغ؟ سواء كان خطيب منبر أو شاعر أو رادود، هذه توصية السيد المرجع له. وعلى المبلغ الفطن أن لا يؤمن الناس من عقاب الله تعالى على معصيته. أنا شاعر، أنا مبلغ، أنا رادود، أجي وأتحدث بحديث وكلام وأكتب مقال، أكتب قصيدة، أتحدث بكلام أنه خلاص ما دام أنت أديت العمل الفلاني أنت خلاص بعد صار عندك صك الغفران، وبعد الله سبحانه وتعالى بعد ما يعاقبك للنهاية. سيد المرجع يقول ماكو صحة لهذا الكلام. وعلى المبلغ الفطن أن لا يؤمن الناس من عقاب الله تعالى على معصيته. بالمقابل شو يسوي؟ ولا يؤيسهم من رجائه وعفوه وشفاعة أوليائه بإذنه سبحانه فيما إذا نصحوا له وآبوا إليه. الأمر بين أمرين، لا خليهم يطمئنون ولا خليهم يأيسون. عندك ذنوب، عملت صالح جزاك الله خير، خلي عندك رجاء للقبول وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فيما إذا نصحوا له وآبوا إليه ويذكروا بمثل قوله سبحانه وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا.
وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وقوله عز وجل: ليس بأمانيكم. مو كيفكم، القرآن الكريم هذا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. من هذا؟ إطلاق. من يعني أي واحد، صغير كبير، شاعر رادود، عالم معالم، جاهل، عنده شهادة ما عنده شهادة، خادم مخادم، من يعمل سوءا يجزى به. القرآن واضح: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقد تقدم في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم ما يؤكد ذلك. كل هذا الحديث يؤكد السيد المرجع في توصياته إلى المبلغين من خطباء المنبر والشعراء والرواديد. هذا في الحكمة الخامسة. الحكمة السادسة يقول: تجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم. بمعنى أنا اليوم شاعر، بالمجتمع أكو اختلافات، بس هذه الاختلافات أمر طبيعي، إحنا لا نتحسس من هذا الاختلاف اللي يصير بين الناس. هذه الفئة من الناس تعتقد الصلاح في فلان، هذه الفئة الناس تعتقد الصلاح في فلان، هذه الفئة من الناس تعتقد أن هذا الأمر صح، وهذه الفئة من الناس تعتقد أن هذا الأمر أصح. فأني ليش أجي من خلال المنبر، من خلال القصيدة، من خلال المنبر الحسيني أركز على المساحات المختلفة؟ أكو مساحات مشتركة هسه بيني وبين الآخرين، أكو مساحات مشتركة. مثل إيش؟ مثل طاعة الله سبحانه وتعالى، مثل حب الإمام الحسين عليه السلام، مثل الحزن على مصاب أهل البيت عليهم السلام، هذا كله مشترك. ليش ما أحكي في هذه النقاط؟ ليش أنا أجي لنقاط صغيرة، مساحات صغيرة مختلفة، أجي أركز عليها وأخليها وأعممها وكأنما هي الأمر الأعم والأكبر؟ لذلك السيد المرجع يأمر ويوصي المبلغين والشعراء بتجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم. أحياناً أنا أشوف ناس مصافين، إخوان اثنين زملاء بيناتهم مصافين، اثنيناتهم متجمعين وجايين للمنبر، جايين للإمام الحسين عليه السلام، جايين يسمعون مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. شنو الداعي إنه أنا أطرح موضوع صير خلافي بيناتهم أو بينهم وبين فئة أخرى؟ شنو الدافع؟ لذلك المنبر يجب أن يوحد، المنبر يجب أن يوحد الناس على قضية مهمة وهي ذكر مصاب أهل البيت عليهم السلام، ولا يكون سببا في ما يثير الفرقة بين الناس. للأسف بعض المنظمات، بعض الجهات، بعض التشكيلات يحاول أن يستثمر كل تجمع للناس حتى يعلن عن مشروعه الشخصي. كل المشاريع حساك، بعض المشاريع محترمة، شخصيات كلها محترمة، بغض النظر عن الفكرة كانت صحيحة خاطئة، متبنين لفكرة هم موهومين بها، بغض النظر عن هذا الأمر، أنه أنا لما أجي وأستفيد من قضية الإمام الحسين اللي هي عامة لكل الناس ولكل البشرية ولكل الأزمان، وأجي أصغرها على مشروع أنا متبنيه بداخل محافظتي أو داخل بلدي. فسيد المرجع يوصي بتجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين. طبعا الاختلاف أمر طبيعي، يعني واحد يقول ليش هم مختلفين، ليش هم وإحنا؟ ماكو هم وإحنا بقضية الإمام الحسين، كل الناس، كل الناس يصيرون بصنفين، إما أن يكون خادم للإمام الحسين أو زار الإمام الحسين. شوفوا الأربعيني، هاي بالأربعيني الناس تتحول كلها، ماكو لا أستاذ ولا تلميذ ولا طالب ولا كبير ولا صغير ولا شيخ عشيرة ولا
كل هذه المسميات تذوب، كل القوميات تذوب، كل المناطقيات تذوب، أمة واحدة، أمة رسول الله وأمة الإمام الحسين عليه السلام. يتحول هذا الشعب الحسيني، هذا الجمهور الحسيني، من مختلف الجنسيات إلى جنسية واحدة، وهي جنسية حب محمد وآل محمد، وبتصنيف ثنائي عجيب، خادم الحسين وزائر الحسين، زائر الحسين إلى مكان وخادم الحسين إلى مكان. فماكو داعي يعني أجي أزغر هذه الأمور وأحولها إلى منافع شخصية فئوية. فلذلك السيد المرجع في الحكمة السادسة يقول: تجنب طرح ما يثير الفرقة. الاختلاف طبيعي يا إخوان، يعني اليوم كل إنسان بما فيهم المتحدث، أنا اليوم عندي قناعة معينة، بعد فد سنتين ثلاثة بحكم النضج، بحكم الخبرة، بحكم تجارب الحياة، قناعتي يجوز أبدلها. فبالتالي أنا ما يصير أجي، يعني أنا بعد فترة اختلفت عن نفسي أنا، فبالتالي ما أكو داعي نضوج، صير أنه أروح أقتل نفسي وأروح أحقد على نفسي، لا، ليش؟ أمر طبيعي، الإنسان مع نفسه يختلف، فشنو الضير أن يختلف مع الآخرين؟ الاختلاف طبيعي، بس التخالف مشكلة. إحنا المطلوب أن لا نتخالف، الاختلاف طبيعي، كل إنسان خلي يختلف مع الآخر، ماكو مشكلة. اختلاف كل واحد بحسب تجربته، بحسب عمره، بحسب دراسته، بحسب وعيه، بحسب ما قدم إليه من معطيات نشأته، كل هاي تحكم، نصدر أحكام مختلفة. فبالتالي إحنا لابد أن نتعايش مع المختلف. الله سبحانه وتعالى يقول: ألف بين قلوبكم، ألف بين القلوب ولم يؤلف بين العقول. العقول خلت تباين، واحد عالم وعالم، يفهم ما يفهم مو مشكلة، لكن القلوب متحابة. لما تكون القلوب متحابة تشوف متعلم والجاهل، الكل متحابين، هذه المحبة يجب أن تسود. لذلك على المبلغ أن يتجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم وتآزرهم والتواد بينهم. المنبر يجب أن يكون جامع. السيد المرجع يسترسل في الحكمة السادسة ويقول: ومن وجوه ذلك تجنب التركيز على جهات التمايز بينهم، مثل اختلافهم في التقليد وفيما يختلف المجتهدون فيه من تفاصيل بعض المعتقدات، بل كل خلاف بينهم لا يخرج بعضهم عن التمسك بالكتاب والعترة، حتى لو نشأ عن الاختلاف في درجات إيمانهم أو بصيرتهم أو التزامهم أو رشدهم، بل حتى لو كان عن زلة صدرت من بعضهم. واحد صدرت من عنده زلة، أخطأ، أنا أصعد على منبر الإمام الحسين وأسقط، مو دور المنبر. ليش أجي أركز على هذه الأمور السلبية؟ لهذا شوف السيد المرجع شو يقول. يقول: ولا ينبغي إشهار الزلة والتشهير بصاحبها، فإن في ذلك ما يؤدي إلى مزيد اشتهارها وإلى إصرار صاحبها ومن قد يتأثر به عليها، ويوجب وهن العقيدة التي يراد الحفاظ عليها، فضلا عن عدم جواز التشهير بالمؤمن وتسقيطه بزلة صدرت منه. زلة صدرت من عنده، ما نقول ما صدرت من عنده، لا تقول له إيه وهذا حق ولازم أبين إنه هذا غلطان. نعم، واحد وغلط، مؤمن وغلط، مثل ما أنا وغيري وأنت نغلط، أمر طبيعي، إحنا ما معصومين. فبالتالي أنا لا أتخذ من المنبر الحسيني وسيلة لتسقيط الآخرين والتدافع معهم والتشهير بهم. لذلك يقول السيد المرجع: ويوجب وهن العقيدة التي يراد الحفاظ عليها، فضلا عن عدم جواز التشهير بالمؤمن وتسقيطه بزلة صدرت منه، لا سيما فيما أوحى ذلك بعدم تقدير سائر خصائصه ومزاياه، ورب زلة خمدت بالسكوت عنها وترك ذكرها واتقدت شوكت ببيانها والحديث عنها، ورب صمت عن شيء خير من الكلام. أحيانا واحد أخطأ
في قضية ما، ما هي ماكو داعي أنا أجي أكرر هذا الموضوع وأعممه وأشيع هذا الأمر بين الناس. ثم الحذر، الحذر هنا تكرار لكلمة الحذر من السيد المرجع، يقول ثم الحذر، الحذر من إخراج بعض أهل الإيمان بتأول أو شبهة. مجرد اعتقدت هذا خلاص سقطت، قال كلمة وإذا أحول المنبر الحسيني إلى قضية للتسقيط بتأول أو شبهة أو قول عن الدين بعد إقراره الصريح بالشهادتين. أدام الإنسان أقر بالشهادتين خلاص دخل في ذمة الإسلام وفي ذمة الإيمان وانتهى الأمر. أو عن الانتماء إلى مذهب أهل البيت بعد الإذعان الواضح باصطفائهم من هذه الأمة كاصطفاء سلالات الأنبياء في الأمم السابقة للإمامة والحكم والعلم، فمن فعل ذلك فقد خالف سيرتهم وشق صفوف أوليائهم وأتباعهم وباء بخطأ عظيم. بل ينبغي تجنب ما يثير الفرقة بين المسلمين ويوجب الضغينة وسوء الظن فيما بينهم. هذا على المنبر سواء كان مبلغ، خطيب، شاعر أو رادود. ينبغي تجنب ما يثير الفرقة بين المسلمين ويوجب الضغينة وسوء الظن فيما بينهم، فإن ذلك خلاف تعاليمهم وسيرتهم، حيث كانوا صلوات الله عليهم أهل البيت يعني يحرصون فيها على حسن التعامل مع الآخر وعدم إبراز الاختلاف على وجه يوجب وهن الإسلام أو تشويه الحق، حتى وردت التوصية بالصلاة معهم والكف عنهم وحضور مجالسهم وتشيع جنائزهم، وذلك أمر مؤكد وواضح في التاريخ بالنظر إلى أحاديثهم وسيرتهم. ومن ثم كانوا عليهم السلام موضع احترام الآخرين وثنائهم، بل اهتموا بالتعلم منهم والتفقه لديهم. وليس في تجنب مثل ذلك ما يقتضي تنازل المرء عن العقيدة الحق ولا المعاداة والبراءة ممن ظلمهم ولا الإغماض عنها وعن بيانها، فإن لبيان المعنى أساليب متعددة تفي كلها به بحسب مقاماته، وعلى المتكلم الحكيم العارف بتنوع أساليب البيان اختيار الأسلوب الملائم لذلك كما جروا صلوات الله عليهم عليه. بمعنى يعني أنا لما أتقبل الآخر وأتعايش وياه، هذا ما يعني أنه أنا أتنازل عن عقائدي بأولوية أهل البيت عليهم السلام، مظلومية أهل البيت عليهم السلام، حقهم في الريادة والقيادة. لكن بالمقابل أنا ممكن يكون كلامي واضح إلى الناس كما كانوا يتحدثون أهل البيت عليهم السلام. ولذلك جاء عنهم حث علماء أصحابهم على معرفة ملاحن كلامهم. اللحن بالكلام أنه الإنسان لما لا يصرح بالكلام الصريح وإنما يقول ما فيه من اللغز، وأهلنا يسموه الحسشة. ممكن أنا أتكلم عن شيء وأفهم الآخرين شيء آخر، فهذا الأمر في التلطف حتى ما أجرح. الكثير من الحقائق اليوم موجودة بالمجتمع، لكن أنا ما أقدر أصرح بها بشكل مباشر وأجرح وأعمم وربما أخلي الآخرين يتأذون. أوصل فكرتي من حيث لا أسيء إلى الآخرين، أتمسك بعقيدتي وأوصل أفكاري بطريقة مهذبة ومؤدبة وفيها بلاغة. ولذلك جاء عنهم حث علماء أصحابهم على معرفة ملاحن كلامهم، وهي ما يلوح إليه الكلام. يعني شنو اللي يقصد بهذا الكلام؟ كقولهم إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى نلحن فيعرف اللحن أو حتى يعرف معاريض كلامه. يعني مثلا بين هذا الأمر، أحيانا أنا عندي موعد مع صديقي أنه متفقين نجي الساعة 4 نطلع لمكان معين، لما يجيني 4:30 متأخر عليه نص ساعة، يجي متأخر نص ساعة ويجي أقول له ساعة بيش، ها
هاي الساعه بيش مو معناها انه انا ما اعرف الوقت، معناها انه انت ليش متاخر، معناها انه انت تاخرت عن موعدي، احنا متفقين. هذا كله المعنى وين وصل بالساعه بيش، كم الوقت، مجرد سؤالي عن الوقت مو معناها انه انا جاهل بالوقت، لا معناها انه انا دعاتمه. فالائمه سلام الله عليهم يقول إنا لا نعد الرجل منكم فقيا حتى نلحن فيعرف اللحن. يعني إحنا نحكي بشيء ثاني، مثل ما أنا مو كان ما عاتب صديقي سألت عن الوقت كون يفهم. لهذا يقول الفقهاء أيضا لازم يفهمون، إحنا لابد أن نربي جمهورنا على هذه الطريقة، لما يأتي كلام المرجع أو كلام الإمام حتى وإن كان يسأل عن الوقت إحنا نعرف هذا عتب على التأخر. لذلك وليتجنب المبلغ التحاكم، وهذه نقطة جدا مهمة يشير إليها السيد المرجع، يقول وليتجنب المبلغ التحاكم إلى عامة الناس في المسائل النظرية والتخصصية التي لم يكلف الناس بها. قضية فيزياوية، قضية شرعية، قضية كيميائية، قضية رياضية، أنا أجي أجمع لي مجموعة من الناس وأسألهم يا ناس يا عالم شنو رأيكم بهاي، هذا قابل يصير لا ما يصير؟ ليش تسأل الناس وشنو قيمة رأي عامة الناس بهذا الموضوع التخصصي؟ هذا أكو بعض الأمور الطبية لو يجمع كل أجمع لك هسه مليون شخص يقولون هذا غلط، ويجي طبيب متخصص خبير يقول هذا صح، خلاص أنا شو علي برأي الناس اللي ما متخصصين؟ ليش امشي برأيهم؟ هذا مو شغلهم اساسا. شغل الحقيقي هو للانسان المتخصص، طبيب متخصص في مجال عمله هو رأيه يمشي، وان كان الاف الناس معارضي، الاف الناس هم مو متخصصين. فلذلك السيد المرجع يقول وليتجنب المبلغ التحاكم الى عامة الناس في المسائل النظرية والتخصصية التي لم يكلف الناس بها. الناس مو تكليفهم انه يشرحون هذا، انت ليش جاب لك مجموعه وقاعده تحكي بطريقه ما توحي لهم انه يا با تريد لك مجموعه وياك انه يأيدون رايك؟ لا الامر مو هيك، كثره الاراء ما تعني انه هذا الراي صحيح. المثلث له ثلاث زوايا، له ثلاث اضلاع، لو هسه يجون مليار انسان يقولون لا المثلث باربع زوايا تبقى كلامهم غلط. ليش؟ لأن هذا بعيد عن الواقع، هذا موضوع تخصصي، نروح لشخص مختص ونأخذ من عنده. لذلك يقول وليتجنب المبلغ التحاكم إلى عامة الناس في المسائل النظرية والتخصصية التي لم يكلف الناس بها أو جاز لهم فيها الاعتماد على المتخصصين فيها، فإن ذلك يجر إلى تسطيح المسائل، هذا يصير ما لها قيمة، واستغلال أدعياء العلم وأصحاب الضلالة وتغييب الموازين العلمية وتهوين العلم والتخصص الحقيقي وأهله. ولذلك كله مضاعفات سلبية كبيرة جدا في أوساط المؤمنين، ولا سيما في الأمد المتوسط والبعيد. الحكمة السابعة تجنب القول بغير علم وبصيرة، فإن ذلك محرم في الدين أيا كان مضمون القول، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وليس في حسن قصد المرء وسلامة غايته ما يبيح ذلك، كما لا يقيه من محاذير ذلك ومضاعفاته، ولن يتأتى ذلك إلا بتنمية المرء لعلمه فيما يتعلق بمجال حديثه وسعة اطلاعه وممارسته، والالتفات إلى مواضع الوفاق والخلاف ومواطن الوثوق والشك والريبة، والأخذ بالاحتياط في الأمور كلها. بمعنى أن هذا الأمر الإنسان ليجي يجيب، أنت شاعر، أنت رادود، أنت خطيب، أعلى الله مقامكم إن شاء الله وتقبل أعمالكم، ماكو داعي تتحدث بقضايا طبية أو قضايا فيزياوية، هذا مختصاص أساسا، مختصاص أنت بين محاسن كلام أهل البيت وانتهى الموضوع. لما تجيب أمثلة طبية وتجيب أمثلة،
هذا الأمر راح يوهن القضية، لأنه أنت مو متخصص به، ربما يجي متخصص ويشكل عليك، وهذا يوهن قضية الإمام الحسين كلها. فالإنسان لابد أنه يكون حريص ودقيق في هذه الأمور، ومن جملة مقتضيات ذلك الاطلاع المناسب على التاريخ وحوادثه وظروف الوقائع وملابساتها وقيمة المصادر ودرجة اعتبارها. وعلى الإجمال فإنه ينبغي للمبلغ أن يكون ذا فضيلة في العلوم ذات العلاقة، متجهزا بالأدوات اللازمة، ممارسا في موضوع بحثه وحديثه، مطلعا على المعلومات المتعلقة بذلك، متحوطا فيما لا يعلمه أو لم يتعلمه بعد. وليحذر المرء من الابتداع والبدع، وهي إضافة شنو البدع؟ وهي إضافة شيء إلى الدين ليس منه، ولا حجة موثوقة عليه فيه. فإن الابتداع في الدين من أضر وجوه الضلالة فيه، وهي تؤدي إلى تشعب الدين إلى عقائد متعددة وانقسام أهله إلى فرق وأحزاب مختلفة ومتقاطعة، كما نشهده في كثير من الأديان والمذاهب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحذير من البدعة، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. ويحذرنا أيضا من القول بغير علم وبصيرة، المبالغة في الشيء والتجاوز به عن حده، كأن يجعل الأمر النظري المتوقف عن الاجتهاد واضحا وبديهيا، أو يجعل الأمر المختلف فيه بين وجوه أهل العلم متفقا عليه، بينما تصريحا بينهم تصريحا أو تلويحا، وينزل منزلته ويجعل المظنون مقطوعا، أو يجعل المحتمل مظنونا، ويجعل بعض الوظائف الشرعية فوق درجاتها، فيبلغ بالمستحب درجة الواجب من غير عنوان ثانوي واجب ينطبق عليه. لذلك يؤكد السيد المرجع في هذه الخطب على أهمية الاحتكام إلى المتخصصين من العلماء والفنيين في كل فن من فنون العلم المختلفة. وفي نهاية هذه الحلقة نقول هي دعوة، كما في بداية الحلقة تحدثنا عن هذا الأمر، هي دعوة لكل مؤمن، لكل مكلف، لكل إعلامي، لكل مؤسسة إعلامية، في بداية كل شهر، كل مناسبة، بداية رمضان، بداية محرم، ارجعوا إلى المرجعية الدينية العليا. هذه وصايا، هي وصايا من الذهب، كلمات تحيا بها الأمة. فهي دعوة لكل إنسان أن يعود لهذه الوصايا، وصايا المرجعية، وصايا الأئمة، وصايا النبي الأكرم والقرآن الكريم، لمعرفة خصائص كل شهر وما تكليف كل إنسان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يتقبل هذه الأعمال خالصة لوجهه، في أمان الله.